السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مثلا زي ديل اي بيحتاج ان انت تسجله اللي انت الكلام اللي انت عايز تحوله صور، فلذلك اصبح في بعض الوظائف مهمتها بس انها تكتب الكلام بشكل حلو بشكل يفهمه الذكاء الاصطناعي ويديها لك احسن صورة ممكنة ممكن ان انت تستعملها. ده مثلا من المواقع اللي هي قريبة من ميد جورني. يمكن مشكلة ميد جورني المحدودية، وإن أنت مثلا بتحتاج إن أنت تدفع مبلغ، هو مش مبلغ كبير، عشان يبقى ليك صلاحية إن أنت تعمل عدد كبير من الصور. طيب موقع تاني مثلا اللي هو الموقع دوت استيريا، تمام. ده ممكن تديله أمثلة على صور، تديله كمية كبيرة من الصور وهو يبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل دوت، يعمل لك موشن. تعال نشوف كده جاليري. كأن في كاميرا بتلف حوالين الشكل او الشكل بيتغير. هتلاقي هنا مثلا في موديل جالري اهيت، دي مثلا حاجات معمولة رياليستيك. ممكن ترفع عدد كبير جدا من السيارات وهو بيعمل لك سيارات تاني خالص، أو ترفع مثلا 5 صور يعمل لك 20 صورة. أنا مثلا قبعة بأشكال مختلفة. طيب لو احنا عايزين نشوف فكرة الكلام اللي ممكن نتكتب، ممكن تيجي هنا، ده برومت هيرو، بتعمل سيرش على أي حاجة وتشوف الناس كانت بتستخدم كلام ايه عشان يطلع صورة زي دي. يعني مثلا ممكن تكتب مثلا كلمة هوم فتلاقي مثلا صورة زي دي، فتدوس عليها يبدأ يجيب لك ايه الكلام اللي استخدم عشان تطلع الصورة دي. فانت تقدر تاخد الكلام ده كوبي اهو، ونروح مثلا للديل اي، اعمل سيليكت على كل حاجة، وانت بتدرب نفسك بقى ايه كلمة رياليستيك، ايه ليفل، ايه هنا مثلا فرانك لويد. طيب هقوله جنريت عشان يبدأ يكون الصورة، هيجيب لي صورة غير الصورة الأولانية خالص، تمام. لكن تبدأ انت تعمل صور خاصة بيك، حاجات مثلا بالشكل دوت، تعدل انت بقى في الكلام لو انت حابب. فانت بتتعلم ازاي تتكلم مع المواقع زي ميدجورني، زي ديل اي، زي ستيبل ديفيجن. كل المواقع ديت بتكتب لها كلام عشان تعمل لك الصور، فانت بتبدأ تتدرب من اللي سبقونا احسن صور استخدموها عشان يطلع لك صور بالشكل دوت. دي أصبحت مهنة ليها مقابل مادي كبير من المهن المطلوبة دلوقتي في السوق. زي ما الذكاء الصناعي قضى على وظائف وأوجد وظائف.